نوصل الطريقة ما بين البيت والمدرسة، تساعد البنية ونرفع سوء الفهم اللي بين الطرفين. زين؟ احنا كلنا نبي من الأبلة حصة انها تهتم بشؤون طالباتها داخل المدرسة، والأمور الخارجية تخليها لنا، وساعتها بنكون شاكرين لها على جهودها. احترامي للسيد جاسم، كلامك شكله في الظاهر صحيح وما يختلف عليه اثنين، بس الحقيقة خطأ، لأن لو طبقناه على الطلبة والطالبات في المدرسة إن كان صارت مصايب وضاع مستقبلهم. أستاذ جاسم، المدرسة والبيت مكملين بعض ولا يمكن أن نفصل بينهم، وأبلة لولو خير العارفين بهالحكي. يعني مثلاً لو صارت مشكلة للطالبة في المدرسة مع أبلة أو زميلة لها، بتأثر نفسية الطالبة في البيت، والعكس صحيح، لو صارت مشكلة في البيت أكيد بيتأثر مستوى الطالبة الدراسي. وأكبر دليل على كلامي ليلى، اسم الله عليها، كانت من أشطر الطالبات اللي عندي، ومع الأسف خلال العشرة أيام اللي طافت تغير كل شيء. عشان كذي يا أستاذ جاسم ما أقدر أفصل المدرسة عن البيت. إيه بس ما إحنا تلاميذ عند الأبلة حصة عشان تعطينا تعليمات وتوجيهات وشلون نتعامل مع بنتنا وشلون نتصرف معاها. كلامكم أنتم الاثنين صح، ما بين البيت والمدرسة في تكامل، وإذا اختل هالتكامل هذا الميزان راح يوقف. عشان كذي أنا دايماً أقول أن المعلم والمعلمة دايماً يحطون في بالهم أن الأم والأبو أحرص الناس على عيالهم، وهم بعد الأم والأبو يؤمنون بأن المعلم والمعلمة يعاملون تلاميذهم نفس عيالهم بل أكثر. إحنا تحملنا وايد وصبرنا على أبلة حصة، ولكن هي استغلت هذا الصبر وقامت تتجاوز كل الحدود لدرجة أنها اتصلت على بنتي وهي برا المدرسة. أنت يرضيكي حضرة الناظرة أن أبلة حصة تتصل على بنتي وتقول لها أنا جاية أخذك للمدرسة بدون ما تأخذ إذن من أمها وأبوها؟ أبلة حصة صح الكلام؟ أنا صحيح أني اتصلت على ليلى، ولكني أنا متصلة على البيت، واللي كان مفترض أنه يرد أمها مو ليلى. وبعدين أنا سألتها ليش غايبة، وقالت لي إنه ما في أحد يجيبني. قلت لها اتصلي على أمك في الدوام واستأذني منها، وإذا وافقت أنا برسم الخدمة أجيبك هني، لأن في دروس مهمة ولازم تكونين موجودة، وهذا إن دل على حرصي على ليلى ودراستها ومستواها الدراسي، لا أكثر يا أستاذ جاسم ولا أقل. أنا أعتبر كلامي هذا إنذار أخير حق الأبلة حصة، وإذا هي تجاوزت الحدود مرة ثانية ورجعت دقت على بنتي أنا مضطر أقدم فيها شكوى وأطلب إحالتها للتحقيق.